الأمطار التي تشهدها عاصمة لحج أصبحت تضايق المواطن الذي لا يستطيع الخروج لقضاء حاجته، وهذا البائع يتمنى أن تتوقف لكسر حاجز الركود الذي تسببت به مياه الأمطار والصرف الصحي. مئات الدفقات هذه وبعدين دخلت إلى المجاري وخرجت إلى الشارع، ونحن يعني المحلات حقنا مش عندنا محلات يعني حسينة، بس عندنا ميازة يعني بسيطة بصات على الشارع على الرصيف. الأهالي عبروا عن استيائهم من الوضع المتدهور لشوارع المدينة، خاصة بعد غرق الشارع العام بمياه الأمطار والصرف الصحي، وأرجعوا ذلك إلى الفساد الإداري والمالي بلحج، حيث لم يتم وضع خطط هندسية لمثل هذه المشاكل التي تواجه المدينة، وهذا لا يحدث إلا في لحج ومنذ سنوات طويلة. لابد من وقفة من كل الجهات الداعمة هذه، أن يعملوا دراسة كاملة للحج بالذات مجاري الحوطة والصرف الصحي إضافة إلى مياه الأمطار، هذه دائما هي مشكلة عويصة جدا. هي شبكة مياه الصرف الصحي والتي يعود بناؤها منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما كان سكان لحج أقل مما هو عليه الآن، باتت لا تستوعب مياه سكانها، فما بالك بمياه الأمطار التي لم تكتفي بمزاحمة الناس، بل ذهب الحال إلى وضع مشكلة أخرى وهو طفح المجاري لتشكل مع مخلفات القمامة حالة صحية متردية. مختار شعتل لقناة بلقيس من محافظة لحج.